السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيدة بلقياكم متتبعي قناة أم يوسف. اليوم إن شاء الله غادي نحضر لكم واحد الكيك سيجي لذيذ لذيذ بزاف. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير، وما تنسوش إلا كنتو جداد تشتركوا في القناة ديالي وتفعلوا الجرس. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. المقادير اللي غادي نحتاجو في هذا الكيك: كنحتاجو 4 كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، 2 بيضات بحرارة المطبخ، كنحتاجو هنايا معلقة ونص ديال الكاكاو وشاسية ديال الكاكاو، عندنا هنا 2 خمارات من فئة 16 غرام، وعندنا هنايا الصوص اللي كنحتاجو كنزينو بها. كنحتاجو هنايا 2 معالق ديال الكاكاو، نص معلقة ديال النشا، 5 الحبات ديال الشكلاط، كاس ديال الحليب وشكلاط فيرميسيل. وكنحتاجو في الخبز كنحتاجو هنايا 2 كيسان ديال العنبة، كنحتاجو 2 هنا ديجا غربلناهم وحطيناهم في الطاسة. والمول اللي غادي نخدمو فيه اليوم هو هذا. انا قبل ان دهنتو رشيت بالدقيق. دابا غادي ندوزو لطريقة التحضير. غادي ناخدو الخلاط ديالنا، غادي نديرو فيه 2 بيضات، نديرو فيه كاس الحليب، نديرو فيه 4 كاس ديال الزيت، كنضيفو ليه كاكاو، نضيفو شاسي ديال الكاكاو، نضيفو كاس ديال السنيدة اللي نسيت ما قدمتوش لكم مع المقادير ديال الكيك، صافي تنخلطو الخليط ديالنا. الخليط ديالنا هو تخلط، دابا غادي نضيفو الدقيق اللي غربلناه من قبل، تنديروه في المول ديالنا، تنضيفو عليه 16 غرام ديال الخميرة كيماوية بيكنج باودر، نغربلوها، تنخلطو بحال هكدا. ناخذ الخليط ديالنا تنكبوه على الدقيق بحال هكذا، تنخلطوه مزيان، نضيفو عليه شوية الخل، الخليط ديالنا كيجي على هاد الشكل هذا. تنكبو في المول، غادي
نسرحو في المول وندخلو الفران، الفران تيكون بارد، حتى كندخلو المول ديال الكيك عاد تنشعلو على عافيه مهيله ونرجع معكم. دابا غادي ندوزو لطريقه تحضير الصلصه اللي غادي نزينو بها الكيك ديالنا. اللي كنحتاجو فيها كاس ديال الحليب، كنحتاجو فيها معلقه ونص ديال الكاكاو، نص معلقه ديال النشا، معلقه ونص ديال سنيده. سنخلط المقادير مزيان. ونديرهم فوق البوطه. غتابعوا معايا الطريقه كيفاش غادي نطيبوا هذا الصوص. دابا تنوجدوا في السيرو ديالنا اللي غادي نسقاو به الكيك، اللي كنحتاجو فيه كاس ديال السنيده ونص كاس ديال الماء. سنخليوه يطيب مزيان حتى كيولي علاش كيسيرو كيجي يجي خاسر شويه، ونسقاو به الكيك. هاي الصوص ديالنا من بعد ما عقدت لينا مزيان في البوطه كتجي بحال هكا، طفينا عليها العافيه. ودابا غادي نزيدو عليها داك الشوكولاط، غنبقاو نحركو مزيان حتى يذوب لينا. الصوص ديالنا من بعد ما خلطناها كتجي على هذا الشكل. هذا خلطناها مزيان. دابا من بعد ما سقينا الكيك ديالنا بداك السيرو غادي نكبوا عليه هذا الصوص ديال الشوكولا. كاين اللي كيدير في بلاصه الشوكولاتة تيدير دانيت، مي انا تنفضل ندير الشوكولاتة باش تجينا النكهه قويه بالكيك. بالنسبه للسيرو اللي بغى يضيف ليه القهوه باش كتجي فيه النكهه القهوه، لان القهوه والشوكولاط كيتواتاو كيجي مذاق زوين. اللي بغى يضيف القهوه للسيرو كذلك كتجي زوينه. دابا من بعد ما سرحنا الصلصه ديال الشوكولا كنزوقو بشوكولاط فيرميسيل. اللي بغى يزين بيه كاوكاو كونكاسي ولا لوز افيلي ولا ممكن تزينها باش ما بغيتي. انا متوفر عندي فيرميسي شوكولا درت بو. الكيك ديالنا ديال اليوم كيجي على هذا الشكل. هذا كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك وتفعيل الجرس. والى فيديو اخر ان شاء الله. يجي بحال هذا الشكل. انا مازال ما دخلتلهاش الثلاجه، خاص ندخلوها تبرد مزيان ونقدموها بصحه وراحه. الى فيديو اخر ان شاء الله.